السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد. اكيد ان الفيديو ديال اليوم فيديو مهم ان شاء الله، كله افاده. بزاف ديال الاخوات تاخر الانجاب ديالهم، بزاف ديال السيدات كانوا يعني كيقلبوا كيبحثوا، مشاو للطبيب عرفوا السبب، وكاين سيدات مازال كينتظروا ومازال ما مشاوش للطبيب، مازال ما عرفوش شنو هو السبب وراء تاخر الحمل. فهاد الفيديو هذا بغيت نعطيكم الوصفه القويه اللي جربت هاد الأخت هذه والسبب وراء تأخر الحمل، وضروري تعرفي هذا السبب هذا، لأن فعلا ممكن أنت تعاني منه في صمت وما يكونش باين عندك، ويكون هو السبب وراء صعوبة الحمل عندك وهي اللي مأخرة لك الإنجاب. إذا بقي معايا في هذا الفيديو المهم، أكيد غادي ينال الإعجاب ديالك، وبطبيعة الحال ما تنسوا ليش الفيديو من واحد اللايك باش تشجعوا لي القناة، وكذلك باش توصل هذه المعلومة هذه لجميع الأخوات لربما تكون هذه الوصفة فهذه سبب في الحمل ديالهم من بعد الله. اكيد انه كاين بزاف ديال الطرق وكاين بزاف ديال الوسائل باش تحصلي على حمل سريع خلال الدوره ديالك. اولا خاصك ضروري تاكدي من ان الدوره ديالك منتظمه. مدى انتظام الدوره يعني بان الاباضه في الوقت ديالها، يعني كذلك بان هناك بويضه جاهزه، بويضه بالحجم ديالها كتقدر انها تلقح في ذاك الشهر ويحدث الحمل. بينما عدم انتظام الدوره ممكن حتى هو يعطي بويضه ولكن ما كتعرفيش الاوقات معينة لممارسة العلاقة، وبالتالي كيبقى ديما الحمل عندك متأخر. إذا ضروري تحس بأيام التبويض، تعرفي مدى انتظام الدورة، وكذلك إذا كان عندك إفرازات أو التهابات يتعالجوا، لأن هذا المشكل هذا هو كيقدر يأخر لك الإنجاب. بطبيعة الحال هذه الأخت هذه 10 سنوات من الانتظار ما هيش سهلة، أكيد أن اللهفة والشوق للذرية ما كيعرف بالقيمة ديالو إلا السيدات اللي مازال كي انتظروا، السيدات اللي مازال ربي مرزقهمش بالذريه الصالحه. وان شاء الله يعني الصبر ديالكم ضروري منه باش توصلي للحلم ديالك والهدف ديالك. ما عليك الا تزيدي تصبري، لان واخا الامر غيكون صعيب شويه ولكن ضروري من هذا الامر باش ربي ان شاء الله يحتسب الصبر ديالك ويفرحك اكثر واكثر ويعطيك التوام. علاش لا، حلم كل سيده متزوجه، وان شاء الله تكوني انت من ضمن هاد السيدات اللي يحصلوا على التوأم إن شاء الله. بطبيعة الحال مما لا شك فيه أن هاد السيدة هذه تبعت مجموعة من النصائح، تبعت مجموعة من الوصفات، يعني ما جابوش معها نتائج مرضية حتى جربت الوصفة الأخيرة هي اللي غادي نذكر لك في هذا الفيديو، هي اللي ساهمت في سرعة حدوث الحمل بعد طول انتظار. هاد السيدة هذه كذلك بالإضافة إلى الوصفة اللي جربت تزوج ديالها كان كياخذ معها نفس الوصفة. بطبيعة الحال المشكل اللي كان عندهم هو أن الزوج هو اللي كان عنده المشكل، يعني بزاف ديال الأزواج كيغفلوا على هاد المسألة هذه. يعني الزوجة كتمشي كتطوع، كتمشي للطبيب، كيمشي معها الزوج ديالها، ولكن هو ما كيبغيش يدير الفحوصات اللازمة باش كيعرف أنه هو السبب وراء تأخر الحمل. وهاد الشيء هذا راه ماشي عيب، الزوج ديالك يعني قم بواحد الفحص بسيط جدا باش يعرف المشكل اللي عنده. ممكن العلاج ديالو بفيتامينات، ممكن العلاج ديالو بوصفات طبيعيه، بينما الا بقى يعني ما كيمشيش للطبيب هنا اللي غادي يوقع مشكل كبير، هو ان السيده غتقدم في السن، ما غاديش تحصل على الحمل بسرعه، وبالتالي غيبقى ديما حلم الامومه يعني ما غاديش يتحقق لهاد السيده هذه. اذا هنا يعني السيده الزوج ديالها ما كانش المرافق ديالها بتاتا، ما بغاش يمشي معها للطبيب، ما قامش بالفحوصات اللازمه، يعني ما قامش بهذا الفحص هذا اللي ضروري منه، ويعني وبقى الحمل ديالهم متاخر ومستعصي. هنا قررات هاد الاخت هذه دير له الوصفه بدون انه يدير التحليل، يعني اعتقدت بان اللي هو المشكل، دارت الوصفه وفعلا جابت نتائج في ذاك الشهر، دليل ان الزوج ديالها كان عنده واحد النقص هو اللي مأخر لها الحمل.
نبداو بالوصفة اللي جربت الأخت، ثم نعطيكم الوصفة اللي عطات للزوج ديالها وكانت نتيجة إيجابية إن شاء الله في سرعة حدوث الحمل. قبل ما نعطيكم الوصفة ما تنسونيش من واحد لايك لهذا الفيديو باش توصل هذه المعلومة هذه لجميع الأزواج اللي عندهم صعوبة وتأخر في الحمل. إذا مكونات الخلطة اللي قامت بها الأخت لها يعني شخصيا هي ملعقة من الحلبة المطحونة، ملعقة من مسحوق الكمون، ملعقة من القرفة المطحونة، القرفة أو الدارسين، ملعقة من الحبة السوداء المطحونة. إذا هادو هما المكونات، وهاد الوصفة هادي راه فتحتها في القناة وجابت نتائج مرضية في سرعة حدوث الحمل، في تنشيط المبايض، وكان عندها واحد الوقع إيجابي في حمل العديد من الأخوات. هاد الوصفة هادي غادي تناولها السيدة في اليوم الثالث من الدورة، إذا في اليوم الثالث من الدورة الشهرية غادي تبدأ الوصفة، وبطبيعة الحال خلطي جميع هذه المكونات وغادي تحاولي انك تناوليها كوب في الصباح كوب في المساء، كوبين في اليوم، يعني كاس من هذه الخلطه هذه، يعني كتاخدي من بعد ما خلطتي جميع العناصر كتاخدي ملعقه صغيره كتضيفيها لذاك الكوب اللي كيكون ساخن كتغطي عليه كتخلي حتى انه يطلق الفوائد ديالو، من بعد كتناوليها مباشره كوب في الصباح كوب في المساء مدة 3 أيام من اليوم الثالث إلى اليوم السادس. كتكون هذه الوصفة المخصصة للزوجة لتقوية وإعادة النشاط للمبايض اللي كتكون اللي فيها واحد الكسل، وبالتالي يعني ما كتعطيش واحد البويضات جيدة باش أنها تخصب ويحصل الحمل. من بعد ما قمتي بهذه الوصفة هذه وخديتيها، يعني حاولوا أنكم ملي تجيبوا هذه المكونات خلطوها حركوا المكونات جيدا باش يعطيو مقادير متساوية وإن شاء الله تستعمليها ويحصل الحمل بسرعة. بطبيعة الحال بالنسبة للزوج ديالك غادي تحاولي أنك تحضري فاكهة الأفوكا، فاكهة الأفوكادو، غادي تحاولي أنك تدير له واحد المشروب، واحد المشروب اللي هو قوي إن شاء الله باش يساعده باش تهوى إلا كان عنده مشكل يتعالج. إذا كتجيبي الأفوكادو كتحضري واحد الكأس كبير من الحليب، من بعد كتدفلو الفاكهة الأفوكادو، كتحاولي أنك تاخدي جميع الأنواع ديال المكسرات اللي عندك، حاولي انك تاخدي بزاف ديال الانواع ديال المكسرات ضيفيهم لهاد الفاكهه ديال الافوكادو مع الحليب، وغادي تحضري منهم واحد المشروب. من بعد يعني ما طحنتي هاد المكونات جيدا غادي تحاولي انك تاخدي القليل من السمسم او الزنجلان ضيفيهم لهذوك العناصر او هاد المشروب من بعد ما كنتي طحنتيه، يعني السمسم ممكن ما طحنيهش مع المكونات، ومن بعد يعني كتخلطي جيدا. من الأفضل أنك تحلي بالعسل الطبيعي باش يكون الوصفة متكاملة قوية ممتازة، وهذا المشروب هذا غيساعد جميع الأزواج، يعني سواء كان عندكم مشكل أو ما عندكمش، هذا المشروب مقوي فيه مجموعة من الفيتامينات، مجموعة من العناصر اللي ممكن أنك تفيدي بها الزوج ديالك إن شاء الله، واخا ما يكونش عنده مشكل، واخا ما يمشيش يدير التحليل، حاولي أنك تاخدي هاد الفاكهة هذه، وحاولي أنك كل ما قدرتي تحضري هذا المشروب حضريه، لأنه فعلا غادي يجيب نتائج مرضية في سرعة الإنجاب. بطبيعة الحال بتعدو كل البعد عن مصادر الضغط والتوتر، حاولي أنك تمارسي العلاقة بانتظام خصوصا بعد الدورة الشهرية مباشرة، لأن هذا الأمر هذا كيقوي المبايض كينشط لك التبويض. وتبتات الدراسة على أن ممارسة العلاقة بعد الأيام ديال الحيض كتقدر أنها تنشط لك المبايض ديالك، عكس السيدة كيكون هناك تباعد. يعني حاولوا أنكم تكون هناك انتظام في العلاقة، كذلك حاولوا أنكم سيدة تبقى يعني مستلقية في السرير، ما تحاولش أنها تنوض مباشرة بعد العلاقة باش هكا تضمن أن السائل المنوي يطلع بسرعة للرحم، وبالتالي حصل هناك حمل بسرعة إن شاء الله. الاستحمام مباشرة هو ممنوع، لأن كيقدر أنه يحيد داك السائل المنوي ما كيبقاش، وبالتالي السيدة ما كتقدرش أنها تحصل على الحمل بسرعة.
من الافضل تبقاي ساعه كامله تقريبا، من نصف ساعه لساعه، عاد من بعد تنوضي تقومي بالاشغال ديالك العاديه، وان شاء الله يتم الحمل بسرعه. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنساونيش من واحد اللايك واشتراك في القناه. شكرا لكم على التفاعل ديالكم مع هذه القناه والتعاليق الطيبه اللي كنتوصل بها كل يوم. شكرا لكم على الحب ديالكم، وان شاء الله نكون ديما عند حسن الظن ديالكم ونجيب لكم مجموعه من الوصفات الناجحه باش يحصل عندكم الحمل بسرعه. كنضرب لكم موعد في الفيديو الجاي، الى اللقاء.